بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا التواصل مستمر، ونجدد لكم اللقاء والتحية في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن الإذاع وهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. أمسية الرموز الذهبية، ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالإذاعة القعدان. مسافتنا هي 6 كيلومترات، نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط، مباشرة مع المركز الأول. أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة، هنا من يأتينا بشعار هجن الشحانية، يضمر البرنس جار الله بن عقيل المفروي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول من لحواتي بشعار هجن الرئاسة، يضمر سلطان بن محمد الوهيبي العملاق من يتابع لنا هذا الاسم، بينما المركز الثالث وصول وتقدم من شاهين لهجن الرئاسة، يضمر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الرابع أتابع التقدم هنا الذي يصل بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياد الهلالي من الجانب الآخر، يتدخل اللي هو زناد بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياد الهلالي، ولكن نشوف الدخول في هذه اللحظات وصل شديد اسمه الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، يضمر الصادق فضل الأمين، هنا من غير وانتقل مباشرة إلى صدارة الشوط. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في أول نداء للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. جائزة هذا الشوط يوكن ستيشن جيمز رصدت للفائز بالمركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام، جائزة عينية قيمة هنا مرصودة لهذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. ها هي الأسماء المتقدمة الأولى الخماسية المميزة التي تسير هنا في الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية، كما تتابعون هنا بعدسة قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه في يوم خصص لانطلاقات سن الإذاعة. عودة هناك مع الصدارة، عودة مع المركز الأول، مع البداية صدارة الشوط، شديد من يقود الأسماء بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتابع لنا شديد بتحدياته المميزة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني يتابع هنا الصداوي بشعار هجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف، هنا من يتابع لنا الصداوي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادم هنا شاهين بشعار هجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن ميل الوهيبي، من يتابع لنا شاهين مع المركز الثالث. رابع الأسماء وصول وتقدم من زناد لهجن العاصفة غياث الهلالي، هنا من يتابع لنا أيضا انطلاقة زناد مع المركز الرابع والمركز الخامس القادم بشعار هجن الرئاسة سلطان بن محمد الوهيبي، من يتابع لنا انطلاقة هنا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام الحواتي، من يقود الأسماء هنا مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء انتصاف المسافة مشاهدينا الكرام، قضينا 3 كيلومترات، يتبقى لنا 3 كيلومترات حاضرة فيها المنافسة أيضا في مسار هذا الشوط، ولكن عودة هناك مع البداية، عودة مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، شوف القيادة، شديد من يقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم شعار اسم الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يقدم لنا شديد هو القائد لهذه المسيرة المميزة مع البداية وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع التقدم والوصول مع ثاني المراكز، يتقدم الصداوي بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، من يتابع لنا الصداوي مع المركز الثاني. ثالث الأسماء القدوم والوصول من زناد لهجن العاصفة غياث الهلالي، يتابع لنا زناد مع المركز الثالث والمركز الرابع، وصول في هذه اللحظات القادم هنا بشعار هجن الشحانية، يضمر البرنس جار الله بن عقيل مقدما لنا هذا الاسم المميز مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، وتابع التقدم من معتز يهجن ام الزبار، يضمر حمد بن سالم بن زاهرة. هكذا هي الاسماء المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام،
نداؤنا أيضا الثالث الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة هو الاندفاع المميز، ولكن دخول في هذه اللحظات من قرهود بشعار يجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري بدأ ينضم إلى الخماسية المميزة في مسار هذا الشوط. هكذا هي الأسماء، ولكن عودة مع البداية، عودة مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام، شوف هناك البداية، شديد يقود الأسماء لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل الهيان الصادق فضل الأمين من يتابع لنا شديد، بينما المركز الثاني المفروي القادم والمنطلق بشعار يجن الشحانية يضمر البرنس جارالله بن عقيل. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام بدأ يتسلل ليقود الأسماء والتحديات الأولى، بينما المركز الثالث يا سلام شوف الوصول من الصداوي ليجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقدم لنا انطلاقة الصداوي. والمركز الرابع قرهود بشعار ندعم قادم شعار يجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بفاران المري مقدم لنا قرهود. والمركز الخامس هنا من يتقدم أيضا معتز لهجن أم الزبار حمد بن سالم بالزاهرة في عملية التضمير. هكذا هي الأسماء، يا سلام موقعنا وين مشاهدينا متابعينا الكرام؟ بوابة الكيلو متر الأخير، يا سلام دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير والخطير المفروي من يقود الأسماء والتحديات الأولى بشعار يجن الشحانية بمتابعة برنس المضمرين جار الله بن عقيل يتابع على انطلاقة هذا الاسم المميز والكبير، بينما المركز الثاني الصداوي بشعار هجن الرئاسة بمتابعة الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمركز الثالث وصل قرهود بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الرابع هنا معتز بشعار هجن أم الزبار يضمر حمد بن سالم بن زاهرة، ولكن رصد الوصول من ميمنة الميدان يصل مياس في أول ندى بشعار هجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، لكن عودة مع البداية مع الصدارة مع المركز الأول المفروي هنا من يقود الأسماء بشعار يجن الشحانية بمتابعة البرنس جارالله بن عقيل. يا سلام، ولكن هنا من الجانب الآخر الصداوي بشعار يجن الرئاسة بمتابعة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الأمتار الأخيرة السيارة بالانتظار. يا سلام، هجن الشحانية هجن الرئاسة في حوار ثنائي هنا مع الأمتار الأخيرة والأمتار المجنونة. يا سلام، الصداوي من الجانب الآخر بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم لنا الصداوي. هنا الفيلسوف يقدم لنا هذا الاسم، سلام هجن الرئاسة، سلام تهانينا والناموس لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يتابع هذا الشعار. مشكور يا الفيلسوف واسعد الله مساك، تهانينا والناموس لأجل الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني كان الوصول من المفروي لهجن الشحانية بمتابعة برنس جار الله بن عقيل. والمركز الثالث قرهود هجن الشحاني بمتابعة الذهبي سالم بفاران المري. والمركز الرابع مياس لهجن الرئاسة بمتابعة المجازة محمد بن عتيق بن زيتون. والمركز الخامس وصل الجاهين لهجن الرئاسة بمتابعة علي بن ميل الوهيبي. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الحضور المميز من الصداوي، تهاني وناموس هجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار، والتهنئة أيضا لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. 8:59 21 جزء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام المفروي بشعار هجن الشحانية 59:59 جزء من الثانية، تهاني والناموس لهجن الشحانية والتهنئة لبرنس جار الله بن عقيل. بينما المركز الثاني أو الثالث مشاهدينا الكرام كان الوصول من قرهود 9:91 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للذهبي سالم بفاران المري.